القرار الذي يتخذ في البرلمان هو قرار انفرادي لمكون معين على حساب المكونات الأخرى. هو بالنهاية قرار برلماني ولا الكل. هو قرار برلماني. لا أخي عزيزي، قرار برلماني ولكن قرار برلماني دون توافق وطني. نحن في هذه القرارات نحتاج إلى توافق وطني من المكونات المهمة الأخرى في الساحة العراقية. أما أن تتخذ قرار دون الرجوع إلى الشركاء في الوطن، معناه أنك تريد اتخاذ قرار لمصلحتك. أي بس هذا ضعيف سيد ماجد. هذا ضعيف سياسيا بس مو ضعيف قانونيا. من الناحية القانونية هو قرار سليم، من الناحية السياسية ممكن بيه كلام، وإحنا بدنا نتحدث قانون. حتى من الناحية القانونية قرارات البرلمان غير ملزمة للحكومة إلا إذا ارتأت الحكومة أن تنفيذها لصالح الحكومة، لأن كل القرارات يجب أن يكون القرار النهائي للحكومة، لأن حسب المادة 76 وحسب المواد الأخرى من الدستور، اليوم مجلس الوزراء هو صاحب القرار في إخراج القوات الأمريكية، لأنه يدرك مدى حاجة العراق أو قواته أو جيشه إلى وجود الجانب الأمريكي في هذا الظرف. أنا قلت لك السيد الكاظمي في هذا الظرف يدرك بأنه لا يمكن التفاوض على انسحاب القوات الأمريكية، وأي شخص يقرأ السياسة جيدا يدرك بأن أمريكا أصلا لن تتفاوض في هذه المرحلة على انسحاب.